احنا شفنا قدام الاتحاد السكندري انه الاهلي كان بيحاول ينفذ نفس الفكره، الفكره اللي زالت موجوده وهو انطلاق واحد من اللعيبه الثمانيه في وسط الملعب علشان يقدر يخترق مسار التمرير او يخترق مسار الحركه اللي بنسميه هاف سبيس بين المدافع مثلا الايمن والظهير الايمن او العكس الناحيه الثانيه، الثمانيه ده يتحرك عشان يخترق المسافه اللي بين الظهير الايسر والمدافع الايسر. دي الفكره، الفكره ما زالت موجوده وقدام الاتحاد السكندري اكتر من لقطه لن تكتمل. شفنا القندوسي ومحمد محمد مجدي قفشه او لا مش قفشه مروان وكان وديانج لا لا او محمد فخري مظبوط بالظبط محمد فخري مظبوط كان هو اللي بيتحرك في المساحه دي، كان فخري وكان القندوسي. المشكله كلها يعني هتقتصر على فكره التوقيت، امتى مفترض اللعيب ده هينطلق في المساحه دي عشان خاطر ياخد الكوره، لان هي اللعبه كلها لعبه توقيت. لو هو توقيته مش مظبوط هيقع اوفسايد، لو توقيته مش مظبوط الحركه هتبقى بدري فانا مش هلحق اعمله التمريره. لكن اللي حصل قدام الاتحاد السكندري هو اللي المفروض الزمالك يحاول يعمله، وهو انه خلينا ندي مثال، لو الكره كانت في التلت ده الاهلي بيحاول دايما يعمل اللعبه دي وهو قدام ضغط متوسط، يعني ضغط في وسط الملعب. هنفترض انه ده شكل الزمالك وهنفترض انه ده لعيبه الاهلي، ده الاسترايكر بتاع الاهلي وده السته بتاع الاهلي وده الثمانيه الاولاني وده الجناح وده الثمانيه الثاني وده خط الدفاع بالكامل. هنفترض دلوقتي ان الكره عند واحد من الارتكاز بتاع الاهلي وده اللي ضغط عليه مثلا او بيضغط عليه راس الحربه بتاع الزمالك، هو ده الشكل. المفترض دلوقتي انه الاهلي بيحاول يخلي الثمانيتين دول مشغولين بشكل ما، واحد منهم بيسرق الثمانيه ده وينطلق في المساحه دي. المفترض انه الثمانيه ده في الوقت الحالي بيعمل عمليه سويتش، يعني ده ينطلق فده يتراجع بحيث انه يقدر يستلم من هنا، وفي المساحه دي هو يقدر يستغل انه مدافعين الزمالك كلهم مقربين لانه الاهلي مكثف المساحه، مكثف اللعب عند وسط الملعب، فيستغل انه في حد مشغول هنا ويقدر يلعب التمريره الطوليه، او لو اللعب متاخر شويه فيستغل انه اللعيبه كلها مكثفه التركيز على الجانب اليمين وهو بيحاول يعزل اللعيب ده عن طريق ان الجناح بيفتح لاخر الملعب واللعيب ده بينطلق في منطقه 18، ودي اللي حصلت في ماتش بيراميدز وحصلت في ماتش الزمالك والزمالك نفسه ده من الكاس ده. الفكره كلها انه القندوسي ومحمد فخري حتى الان ما قدروش يظبطوا التايمنج بتاعهم او التوقيت بتاعهم في الانطلاق، وفي نفس الوقت الاتحاد السكندري قدر يعمل الشيء اللي زي ما قلت لك الزمالك المفروض يعمله، الا وهو ان وقت انطلاق السته او وقت تكثيف اللعب على جنب من الاجناب بنزول الثمانيه وتقدم الجناح ووجود الباك في المساحه دي ووجود السنتر باك وهكذا، كان الاتحاد السكندري بيهمل تماما حركه ده، بيخلي الدفاع بتاعه يرحل بحيث انه الجناح اللي على الطرف الشمال ده مش مهم جدا ان هو ينطلق، دي مش الازمه، الازمه الاساسيه انك تقفل مسارات التمرير على حامل الكره هنا سواء هو سته اللي هو مروان عطيه او الثمانيه الثاني سواء قندوسي او فخري بالتناوب، او حتى انك تسيب الكره عند ياسر ابراهيم زي ما قلنا اللي هو اللاعب اللي مش هيقدر يوجه الكره بنفس الدقه بتاعت محمد عبد المنعم، او لو في حاله ان هي كره عند محمد عبد المنعم والانطلاق من الثمانيه الثاني والثمانيه الاولين هنا فانت بتحتاج تقفل مسار التمرير على محمد عبد المنعم. ده الحل الامثل للزمالك في حاله ان هو هيقدر يلعب او هيحب يلعب باربعه ورا. اما لو الزمالك حابب يحل المعضله من اساسها هو ممكن يبدا يحافظ على شكله في الدفاع بثلاثه في الخلف ويكون عنده اثنين على كل طرف، الاثنين دول معنيين بالضغط على الاجنحه اللي هم مفترض ان هم يفتحوا الملعب، وفي نفس الوقت في حاله فتحتهم للملعب ودفاعهم عن اجنحه الاهلي هيكون مسار التمرير مقفول بالاثنين سنتر باك. هنفترض هنا مثلا ان هو محمد عبد الغني المسلوسي والزناري، يبقى دول قافلين المسار، فافترضنا انه في واحد من الثمانيه حاول يتقدم هو اوريدي قدامه لعيب مش قادر يخترقه بمنتهى السهوله.